السلام عليكم، صحة فطوركم وصحة شربتكم. لانديتي تاع اليوم شامبيون دافريك تكمل اجسام محمد سليماني. محمد سليماني عيطنا له بوغ ان تي غول باش يجوز معانا، بصح هو ما على باليش واش يستنى فيه، بصح وشنو من الحجم الكبير، ان شاء الله يجوز على خير. عسلامة الموند، صحة فطوركم وصحة شربتكم. لانديتي تاعنا اليوم في حكم لكم كاع محمد سليماني شامبيون في رياضة كمال الاجسام. مرحبا. كونترولي الباتري تاعك، يلا رابيد، يلا كونترولي، ما عادش وقت باش تشارجي الباتري تاعك، هذيك حاكمة بلاصتها، ما عادش باش تعمل الميكانيك. باهي توا توا. أنا جي. سي بون؟ يدخل هذا. تفضل معايا برك. ميساج تفضل معايا برك تعمل مكياج ولا تشوش. إجا معايا. بخير صباحك يا باس، بيان تفضل أختي. مدام عندك 5 مينيت با بلوس اوكي، مدام ما عادش باش تجيب ولادك معايا، اسمعني نحكي معاك، ما عادش باش تجيب ولادك معاك، هوني مش لاكريش. ليش ماما اسمح لنا اخويا؟ علاش ماما؟ ماما هذا من الظلمة تحفة هذا، انا فرحت كي يجي كي جا هذا. هذا حنكار. هذا واش بيه؟ هذا حنكار يا واش بيه هذا اخو؟ دوك تشوف. نشوف. هو اللي حكم فيكم قدامنا ولا شنو؟ لا قال كي زاتو تفاهمنا حنا كل واحد يخدم كيما نقول بروفيسيونال، زاتو تاعو البلاطو. هو اللي فهمني؟ راني جاي. يعيط. اي نورمال ساعة في يا اخي. إذا مازالت أكثر من اللي وصاوه نورمال. وي هذه هي في حكمناكم كاع لازم نزيد أنا ما وصاوني. يا هضرة واش راح دير؟ حقارة؟ أنا ما نحبهمش الحقارين أختي. والله ما نحبهم. نهار المرة مسكينة واش تفرح على جالو وليداتها. أنا معليش تي خبزة حليلية أختي ربي يبارك لك. الله ربي هذا. ما تبرونشيلوش. ما تبرونشيلوش ما نهضرش معاه، نجي دايرتو كاع في راسي بصح غير ديك عمرها كمين داي. لا لا. علاش الهضرة الزايدة بداية؟ شنو دار؟ علاش؟ مازال برشا وقت يا مدامة. يلا رابيد. علاش يا خويا ما تقلقش؟ اسمح لي. لا ماهيش ماشي بحمدك اختي. بون خو بس الطابلين تاعو شغل الطابلين تاعو ماشي طابليه هو يجي لهنا يا باهي هو يجي اقعد يا نبداو ميكانيك تو طب ليه ليه تو باش تعمل ميكانيك ميكانيك انا ماشي مشكل اختي نورمال ماكش باش تعمل انت باش تعمل بتليفون في البلاتو باش تعمل تليفون بلاتو وقت سيلفي تو وقت سيلفي تو بلاتو ولا وقت سيلفي هات اعمل ميكانيك باهي اعمل ميكانيك يلا كنترول الباتري نتاعك تفضل فرنسا ايش بيك صاحبنا؟ فما حط حاجة عندي تورناج توا ما عادش فما وقت عايشك فانت علاه زعما تنحيلها في تليفون دير في هدات من الصباح عباك وقت تهضر مع الناس بواحد الطريقة ما باش واش تكون انت صاحبنا؟ رياليزاتور يوم بعد رياليزاتور شهيد السما نتايا ما عادش عندي وقت اسمعني ما عادش عندي وقت اسمع نهضر معاك ما عادش عندي وقت لا واسمك تورني بالعقل لا ما عادش عندي وقت نهضر معاك صاحبي اني في البلاتو اني نهضر معاك اني نقول لك بالعقل اني في البلاتو بالعقل هكاك راك كاليهم لهنايا هذيك اموري هذيك اموري امورك اي انا نروح مالا انا نروح هاك صاحبي فهمتي عاشق بك يا دقا ايش كي تبكي يا اختي نورمال هاي التليفون تاعك هاي التليفون تاعك شنو هذا؟ خسرو من بعد نبعثها لك من بعد انا نبعثها لك اختي كوميديان دوكا هذيك ما كانش كيف نبدا؟ كوموري انا عندي طاقة ما عادش عندي وقت انا نعيط له البارح كي قلت لكم هذا تاع مشاكل ضغطوا عليا او جابوا لا صاحبنا والله زايد عليها بزاف انت والله صراحه هذيك اموري في البلاطو زايد عليها اخويا اموري هذه في البلاطو تونس ياك اباك تونس شغل تاعنا وخاوتنا وكاع صح انت شغلك ديب عليها هذه اموري خويا الغالي هذا البلاطو نتاعي اني بنسيروا باموري بطريقتي صح ماشي بهالطريقه سيروا بطريقتي لا لا والله ما بهالطريقه اسمعني هذه بطريقتي لا 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 وي عادل
عادل ايه اروح شوف معاه اروح شوف معاه انا على وجهك خويا العزيز شوف معاه يشوف معاك شوف معايا اودك شوفك تا واش دير هذا صاحبنا اخوه راك في وسط شعب جزائري قادر ويحترم كيف حتى انا نخدم بروفيسيونيل يعني بروفيسيونيل هادي بروفيسيونيل يا خو شامبيون دالجيري خو ايه وانا قلت لك مور شامبيون خلينا من شامبيون هادي اسمع انا باش نحكي انا هذا هوني توا في البلاطو خويا العزيز ماشي بهالطريقه على بالك الكوبي نتاعك من لازم بهالطريقه تتعامل مع الناس الى ربي يعطاك منصب كبير لازم تحترم اللي تحتك خويا العزيز باسكو ما كانش مين تطلع على بالك خو تعامل بالقوة أو يتعامل بواحد الطريقة عادل هذا قسمه بالله راه يتعامل بواحد الطريقة يا خو المرأة هذيك اللي دير لي مكياج كلاها يا خو طيري الزربي واش مازال ما طولتيش ها الطفلة هذي قالت لك ندير سيلفي في التليفون كسروا لها صار تليفون بزاف عادل ما نعرفكش هكذا أنا عادل أنا والله ما نعرفكش هكذا ندير الوتيليه فينك انت دير لي في المشاكل اللي تجي اشك خدمتي برك عاد الاسلام هذيك النهار نخدم برك عاد هذيك كل حق لك دوك هذيك قاعد يديك باشيك معاهم اش يدوروا عليك خو ما تسمعش به انت كاع هذا بيان سور راني معاك تمريض قال لك معايا عندك شك انت راك معايا بيان سور راني معاك اخرج اخرج انت هذيك اختارت روحك اه يا سليماني سينا نخلطوها غير باش نبروفوكيوك وانت الله يبارك مازال لك كالم انا نحب فاهمك عفسه شكون تحامالك هذا اسمع اسمع ضربتوا عليا انا نحب المزاج اصبر خلينا نهضر معاك خلينا نهضر معاك خلينا نهضر معاك حاج يا هو اسمع اسمع نهضر معاك اسمع يشوف لي عفسه شوف لي عفسه شوف لي عفسه شوف معك هذا دير لنا المشاكل لا احنا نهضر احنا نهضر احنا نهضر عنده الحق خو بروفيسيونيل يا خو بالروح كاع على بالك خو انت تزيد على الزرقاء على بالك صاحبي خويا الا خاص فيك مصباح تقول لي عنده الحق واش بيك محمد مريض نتايا مريض نتايا شكون هذا حركي ولا جزائري واش بيك محمد صوتي لكم مصباح ويعيط عليكم هيا دوك ندق هيا امشي هيا امشي اسمعني بوجه ربي بوجه ربي يحكي معاه باش يطردني تو روح امشي انت روح انت بوجه ربي مازالك هنا روح امشي روح امشي روح امشي روح قال لي طردني مين تايا مين تا حبيبنا انت ما كنتش تبان لي هكذا على بالك خو اصبر نسيت اسمعوا يا خاص ليكم تقول لي عنده الحق شكون هذا شكون ربي يحفظك قلت لي مكياج حقرها عادل هذا الله واحد الهضره اخو مرا كبيره تخدم على ولادها اخو دوك نفريوها مادام كان ماشي بروف دوك لي داري يخلص خويا سليماني خاش كل واحد وش راهو يهضر له عاد انت لك حاكم كلش انا اللي حاكم هذا رمي عليك زبالي روح ما تقع كاش ما صرا دوك هذيك كيما كنتي تماكيهيلو ما صرا والو تا واحد محبي حابك خابت المرة خبزتها هذا مرة انا ما خبزتش يما لا مصرالي والو سيد دوكا كي كنت داخل عندك كان يسقي عليك هذا لا مصرالي خبتي منه اختي ياك اه مسكينة خافت خافت انا بني فاهمك فاهمك فهمتها فهمتها خافت خبزتك خافت يلا حلنا ربي يحفظك احكي لي وصرا دوكا عم يقولوا بيك صار لك تليفون احنا كنا تورناج ابخي هو دخل قاعد هنايا شافني قال لي معليش نديرو سيلفي يا شكون السلام عليكم شكون ما عرفتش نعكسو جا خطف التليفون مني انت مصفاره كيما انت دير معاك سيلفي هيا امشي هيا امشي قلت لي تعودتي روح امشي اسمعي اكيد تجيب معاك في المرايا اكيد تجيب معاك في المرايا انت مريضه على بالك اخو هادي راهي تكذب هادي راهي تكذب دوك ريت ماركه ريت ماركه بروبليم سليماني ريت ماركه كبرتها بزاف يا سليمان بالله انا نحكي عادل انا كبرت هذوك عادل هاي امشي هاي امشي يا اخو انت يا اخو انا اللي رايح عندك الحق روحك طولت 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 خو تريح دير مع هذوما ما تخلي مالي يا اخو ما دير طالب كوميدي هادي قالت لك انا اخو ندير معك تصويره انت مريضه على بالك طلبت كوميدي لا انت مريضه انت دير معك انا تصويره انت واش تكون واش نكون ندير معك تصويره انت مريضه ماشي ماشي انا مزوج مرتي انت تخفي قدامها دوبي انت يا قالت له انا نتصور معك انت كي مريضه انت يا امشي عندك 36 كيلو مكياج في وجهك نقول لك تصوري معايا انت مريضه انت يا انا قلت لك جيب لي واحد تياتر ما قلت لك جيب لي واحد يعاركني في البلاتو
يا وشمك حبيبنا، انا ما عرفتش مازال على بالك، ما تقلقنيش على بالك، امشي ولا تبيع يعملوك عادل على بالك. هذا خلي تعملي عشاء مريض اي شنو راح تعمل مريض انت دو ما لك تشوف يوم قاعد قدامنا باين باللي انت باين باللي افتح خبزه ديالهم ساكن حاجتك تخدم معايا ولا ما تخدمش معايا واش نخدم تخدم معايا ولا تعمل تورناج ولا لا اسمع فيش كلمه اسمعهم اسمع واش راني نهضر معاك تفضل ايه يا انا ما خصنيش خدمه الحمد لله نخدم معاك تا مريض انت تخدم تورناج ولا لا زعما نخدم معاك انت حتى تقدر زعما تخلصني انت ميتا اعطيني زعما ميتا انا رياليزاتور ميتا بروديكتور على الكافي اللي جابك يا ما نسحقش كاش ما نسحقش درام وانت ما تخدمش معاك ما تخدمش باي سيني قالك ما تخدمش وتفضل بالله ما تخرج من هنا حتى تسيني الكونترا نتاعك اللي تسيني اموري هذا فلاتو نتاعي عباك انت مع الاول عباك حاجه اللي خلاتني ما ضربتكش شنو هي اقسم لك بالله اي تفضل انت تونسي يا لو كان انت جيتوني بس عاركني يا اقسم بك راني قصد شو ما يقولوش حكر تونسي انا باهي تحلبوا لي بلي مقلق طالغ رحنين انا يا اخو ما نحبش الرخص ما نحبش الحقره سيرتو الحقره ما نحبش واحد يحقر قدامي واحد ولا يحقرني ولا يحقر شي واحد قدامي وسيرتو في بلادي وانا التونسي والله ما حبيت نضربه باسكو نحبه تونسي 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 ماشي تونسي صح لي تونسي وكدايا عندك زاري حكمناكم نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله مع انفيتي جديد والانفيتي تاع غدوة ولا تاع غير غدوة راح يكون معنا كومبليس خاطر نستحقوك راح تجيب لنا واحد باطل عالمي خلاص نجيب هاتي برونشي غدوة إن شاء الله ايزاتي موزنكا كريزي